صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما. صباح الخير مشاهدينا، يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال. احنا النهاردة هنتكلم عن الخيانة الزوجية والمشاكل الزوجية، قد ايه المشاكل بتؤدي الى ملل وروتين في الحياة الزوجية، بيؤدي طبعا الى حياتنا، بيؤدي الى مشاكل نفسية كتيرة، بينعكس طبعا على التعامل مع الاخرين في الشغل وفي مع الاولاد وفي كل مكان. علشان كده احنا عايزين نعرف النهاردة مع ضيفنا الجميل الاعلامي محمد مصطفى، ايه هي الخيانة تعرفها ومعنيها. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ شيرين، عامل ايه؟ شرفتنا. الله يخليك، الشرف لي يا استاذ شيرين. ميرسي قوي استاذ محمد. في الايام الاخيره طبعا كل حاجه بقت فيها مشاكل. اكيد. هنمسك بقى بند الخيانه الزوجيه، قد ايه الخيانه الزوجيه بتاثر على الاسره كتير جدا، فيها مشاكل كتير. عايزين نعرف في البدايه معنى الخيانه الزوجيه ايه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. الخيانة عموما، مش الخيانة الزوجية، هي بتبقى اخلال بالامانة ونقض العهد ده لشخص او لشيء ما. الخيانة بتبقى اتفاق بين طرفين على شيء معين، على ميثاق معين، وبيتم نقض الميثاق او الكلمه او الاتفاق. هو ده بيكون يعني تعريف معنى الخيانه. طيب، اصل في الاخر حصلت بينا ملل وزهق في العلاقه الزوجيه، اول سبب ايه هي الاسباب الخيانه الزوجيه؟ والله احيانا احنا بصي، الخيانه ممكن بتبتدي من النظره لحد العلاقة الفعلية. يعني النظرة ممكن تكون خيانة، التخيل ممكن يكون خيانة، لأن أنواع الخيانة هي الخيانة مثلا الخيانة الانتقامية، اللي هو الطرف بيخون ظنا منه اللي هو بيرد الخيانة للطرف التاني، فدي الخيانة الانتقامية. في الخيانة العاطفية اللي هي بتكون بادئة بصداقة، ان الصداقه من طرف اخر. لا، بتكون بره، بتكون ولا الصداقه بره العلاقه الزوجيه. حد بيسمع، فبالتالي بيبتدي يتكلم الكلام اللي هو بيقوله غالبا يعني بتتحول الى علاقه بين الطرفين. ده الخيانه العاطفيه. في خيانه فقد الوعي، اللي هو الانسان بيكون تحت تاثير المخدر او الكحول، ده خيانة. في الخيانة التخيلية، ان الانسان بيتخيل شخص ما او حد دايما في مخيلته، فدي خيانة تخيلية. طب يا استاذ محمد، لو الزوجة عرفت ان مثلا جوزها بيخونها تتصرف ازاي؟ اولا لازم تتأكد، طبعا لازم تتأكد من الموضوع ده. بعد كده التصرف معاه يبقى ازاي؟ هو مش التصرف معايا، هو تتعامل ازاي فيما بعد؟ ما هي لازم تبتدي في البدايه تتاكد من ده، تشوف فعلا. اصل هي ممكن تكون بعض الشكوك بتيجي في دماغ مش الزوجه، ممكن الزوج، يعني بعض الشكوك ممكن تيجي في دماغ الزوج او الزوجه، يعني اي من الطرفين. لا، يعني مش هتحدد يعني. لا، هي تكون متاكده خلاص. تتعامل ازاي؟ تتعايش ازاي؟ هل تصرخوا في الاول؟ هل تبتدي ان هي تشوف ايه السبب ليه؟ هو لازم تشوف الاسباب زي ما حضرتك بتقولي. تشوف الاسباب اللي خلته يعمل، يعني اللي خلت الزوج يعمل ده. ممكن تكون هي مقصرة. اولا الخيانة محرمة في جميع الاديان السماوية، محدش بيقول اللي يعني بيدي مبرر الخيانة. اي طرف من الطرفين هيكون مشترك فيه ولو بنسبة بسيطة. كلامك مظبوط يا استاذ، ده لازم. الخيانة مفيهاش مبرر طبعا، مفيش لها اي مبرر، ولكن هي المفروض تصارحه، بس مش المصارحة اللي هي المواجهة انت وانت، لا. هي ممكن تتكلم معاه، ممكن تبتدي تلمح من بعيد، مش لازم اللي هي تدخل في صلب الموضوع، لان ممكن الدخول في صلب الموضوع يعمل حاله من الصدام.
ودايما هو الصدام لما موجود. لا ما هو ممكن يكون في خيانة بدون صدام. هتتعامل ازاي بقى؟ هل تتقبل تسامح فيما بعد، ولا بعد كده بقى الموضوع انفصال وخلاص؟ والله هو ربنا سبحانه وتعالى بيغفر الذنوب جميعا، احنا بشر مش يعني مش هنسامح، ولكن اصل حسب الشخصيه. خلي بال حضرتك هقول لك حاجه، احنا مش من حقنا اللي احنا نتدخل في حياه حد، كل شخص حسب الحاله اللي هو عايش فيها، هو عايش ازاي، حياته عامله ازاي، هل هو الطرف اللي تمت خيانته، هل هو قايم بواجباته على اكمل وجه، وبرضه بعيد مفيش اي مبرر للخيانه، بس هل الطرف ده قايم بواجباته على اكمل وجه، هل الطرف ده فعلا حاسس ان هو مش مقصر في العلاقه، ما هو ممكن يكون بيتلكك، فما ممكن الزوجه تكون بتتلكك. طيب في بقى انواع كتير من الازواج، في زوج غيور، في زوج متسلط، في زوج المراه تتعامل، الزوجه ازاي تتعامل مع الزوج الغيور والمتسلط؟ شوفي هو في حاجه اسمها حب التملك، وفي الغيره القاتله، وفي الغيرة العادية اللي هي بيقولوا نخوة الرجالة، وفي الحب والتفاهم. حب التملك والسيطرة ده مرض، بيعمل مشاكل كتير وبيعمل فجوة في العلاقة الزوجية، وأحيانا بيكون هو عدم ثقة الشخص الآخر بنفسه، سواء راجل أو ست. يعني ممكن. في انت بتكلم حد، انت بتكلمي، انت مش عارف بتعمل ايه، رحت فين، وريني، عملتي ايه، اثبت لي، كده. فلا ده ممكن يكون راجع لعدم ثقة الشخص بنفسه. هو ما فيش عنده ثقة بنفسه، مش شرط اللي هو ما عندوش ثقة بالطرف التاني، هو نفسه ما عندوش ثقة في نفسه، فبالتالي مش هيكون عنده ثقة في الطرف التاني، او حاسس ان هو عنده قصور في شيء معين فبيخاف. وبعدين لو انت ارتبطت او دخلت علاقة، ليه تدخل علاقة انت نفسك مش مرتاح فيها او شاكك؟ طب هل هنا يا استاذ محمد الزوجة ليها عامل ان هي ممكن تطمن الزوج، ممكن تريحه في تصرفات، يبقى الكلام والحوار بينهم هادي صح؟ ما هو الزوجة لازم في نفس الوقت تتقبل وتبقى فاهمه طبيعه زوجها، تبقى فاهمه تفكيره ايه، فبالتالي اللي هي مش لازم تستفزه دايما، مش لازم تيجي على زي ما بيقولوا على الجرح، هو ممكن يكون ما فيش حاجه بس هي بتستفزه، مش لازم ده. يعني هي مش صراع ديوك، هي حياه، تفاهم، احترام، موده، رحمه، وتفاهم وصراحه وثقه. طب الحياة الزوجية بقى فيها صمت، بقى فيها خرس زوجي. ما بقاش فيه حوار، ما بقاش فيه تفاهم، نبتدي ازاي مع بعض ان احنا نتحاور ونقعد ونتكلم؟ ايه الخطوات اللي ممكن نبتديها مع بعض علشان نقدر نعدي المشاكل دي كلها؟ والله يا استاذة شيرين الموضوع اسباب الخرس الزوجي ايه؟ هل وصلوا لمرحلة الملل، الاتنين بقى عندهم ملل في العلاقة؟ هل أساسا الاختيار كان غلط يعني بعد ما تجوزوا؟ لأن دايما زي ما احنا بنقول البدايات بتكون جميلة، البدايات بتكون كويسة. طب يا أستاذ محمد بعد إذنك ناخد مريم من القاهرة. صباح الخير. صباح النور. أهلا يا مريم، متابعينا؟ ازيكم، عاملين ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، صباح الخير. انا كنت عايزه بس اتكلم في حته ان الراجل الغيور اللي بيراقب واللي بيشك واللي بيلف واسئله كتير وكلام كتير ملوش اي لازمه. أيوة. ده عدم ثقه بنفسه، ده بني ادم مش واثق في نفسه تماما، وعارف ومتاكد ان الست اللي معاه دي كتيره جدا عليه، وهو مش عارف لا يكفيها ولا يحتويها ولا يهتم بيها، فده نقص منه هو، مش من الست خالص، ده مرض نفسي منه هو. صح يا مريم، مظبوط، تابعينا. اوكي، كنا لسه بنتكلم، كنا بنتكلم في ده. الراجل الغيور والمتسلط فعلا. بتلاقي اتنين خارجين مع بعض، ايا كانت العلاقه بينهم، مخطوبين، متجوزين، قاعده جنب مثلا جنبه في العربيه، لو بصت بره العربيه، لو قاعدين في كوفيه، وهي مثلا بصت جنبها عفوي، يعني احنا ممكن نكون قاعدين عفويا نظرنا بيروح في اتجاه تاني، انت بتبص على مين؟ طب وانت
الثقة اللي موجودة عندك في يعني ده الموضوع. رحت فين؟ جيتي منين؟ عملتي ايه؟ ده انت كلمتي منين؟ كمان وريني الموبايل على طب حوار ما بقاش ليه لازمة. طب ده استاذة شيرين وهما مع بعض، فما يعني ده انا بحكي لحضرتك ده ممكن وهي خارجة لوحدها، فما بال حضرتك وهما خارجين مع بعض، انت بتبصي هنا ليه؟ انت مش وممكن يكون الوضع. طيب مريم بتقول بيبقى عدم الثقة بالنفس بيبقى مش قادر يكفي الزوجة بمطالب وحاجات كتير، فده رأي حضرتك؟ هو بالتأكيد هو تحليل صح، لأن هو الشخص نفسه ما عندوش ثقة بنفسه، فبالتالي بيحاول يعوض النقص ده، لأن هو خايف، حاسس إن هو في شيء ما مقصر فيه، فخايف إن مراته أو الزوجة نفسها برضو، ما هو ممكن الزوجة برضو عندها ده، يعني مش شرط الراجل دايما هو اللي بيكون متهم بالخيانة. ايه يا استاذ محمد؟ ما هقول لحضرتك على حاجه استاذه شيرين، ما هو الراجل لما بيخون مع ست مش مع مله سرير. ماشي، بس يعني العلاج ايه بقى؟ ما الغيره والتسلط، الست تتعامل مع زوجها ازاي بقى في النقطه دي؟ ما هو في حاجه مرضيه، ما هو لازم احنا نوصل حب التملك والسيطره ده لازم يتعالج منه. طيب معانا نهال. صباح الخير يا نهال. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم الاستاذ محمد؟ طبعا معاكي. طب ايه رايك يا استاذ محمد في الراجل اللي مثلا من يوم ما اتجوزته هو يقول انا عاوز اتجوز؟ طب نعلي الصوت شويه يا جماعه. بعد كده هي بتقول ايه رايك في الراجل اللي اول ما اتجوز بيقول لها انا لسه عايزه اتجوز تاني، صح يا نهال؟ ايوه، واكتشفت بعد كده ان هو بيكلم واحده وما قلتلهوش، قعدت زي شهرين كده وانا المح كده واقول الراجل اللي بيكلم واحده تانية وانظري وكده. وبعد كده لما يعني الحكايه طفحت منه شويه، فقلت له انا سامحتك وانت بتكلم كذا كذا، نكر الكلام ده كله، انت فاكره الناس زيك، انت فاكره لازم ينكر كده، ورمى التهم عليا انا. يا حبيبتي، في هنا في هنا جزء انت حضرتك بتقوليه، قالت جزء، دايما الانسان اللي بيعمل حاجه غلط. اوكي يا نهال تابعينا، معلش استاذ محمد تابعينا، واخد بال حضرتك؟ اولا قال لها ان انا عايزه اتجوز من اول ما اتجوزها، بعد كده هي ابتدت بقى تشوفه على الموبايل وتراقبه وتلقح كلام ان هو بيكلم واحده تانية، بس فازاي تتعامل؟ لا في نقطة والمشكله تانية. كمان يا استاذ محمد جاب الموضوع عليها، لا في نقطه ثانيه، كل الناس زي، لا او كل الناس زي كل الناس زيك. كل الناس زيك دي احنا كبشر دايما لما بنيجي بنهاجم طباعنا احنا في الشخص التاني. بمعنى انا مثلا في يعني مثلا شخص فيه عاده معينه او عاده سيئه او بيخون، فهو دايما لما بيجي دايما بينفعل، لانه هو بيهاجم الشخص التاني، الشخص اللي قدامه بيهاجم فيه صفاته هو، لان هو مش راضي بده. الخيانه هي او يعني اي حاجه مستخبيه وما ينفعش تطلع للناس في النور، لان ما ينفعش تبقى ظاهره للناس، لا ما كده في حاجه غلط، انا عارف ان كده في حاجه غلط. فبالتالي انا لما بيجي حد يتكلم معايا في ده انا بنفعل، فبواجهه بواجه نفسي فيه. طب هي قالت ان انا واجهته بس انكر تماما، تعمل ايه؟ والله اصل شوفي هقول لك حاجه، هي لازم يبان ان هي تقول له اهو قدامك، لازم يشوف يعني ده برضو ممكن يكون اسلوب خاطئ. اللي انت دايما ادي مجال دليل للي قدامك، يعني لا مش حكايه تمسك دليل، ادي مجال دايما للي قدامك للتراجع عن اللي بيعمله. احنا كلنا بشر وكلنا بنغلط، بس انت حضرتك لما هتواجهيني بالموضوع مباشره ممكن المواجهه هتكون صعبه، بالتالي ما هو قال لها يعني ما هو رد عليها قال لها انت مفكره ان كل الناس زيك. ما ينفعش تتقال طبعا الكلمه دي طبعا خالص. وبعدين انا يعني برضو عايزين نتكلم في نقطه ان يعني حتى عيب على رجولته. الازواج برضو بينقوا الفاظ جميله جدا لزوجاتهم، انت يعني الفاظ مش عارفه، اهم حاجه ان الواحد دايما يدلع مراته، يكلمها كلام حب، يحسسها بالامان، يديها تفاؤل، ثقه بالنفس. لا دايما احنا عندنا الكلام اللي مش كويس بيطلع ليها على طول. ليه يا استاذ محمد على طول خلطات كده؟ على حاجه استاذ شيرين، ما ينفعش ان انا اعمم، ما ينفعش اللي اقول ان كل الازواج، ان كل الرجاله، ان كل الستات، ما ينفعش ان انا اعمم. لا في رجاله
وفي ازواج وزوجات العلاقه بينهم قايمه على الموده وعلى التفاهم وعلى الرحمة. الحب يعني في لغه حوار بين الاثنين، في ثقه قايمه بين الاثنين، في صراحه بين الاثنين. صاحب مراتك، صاحب جوزك، تخليكوا صحاب احسن ما تبقوا على طول شادين متجوزين. خليه، ما هو ايه اللي بيخليه يروح لحد تاني يحكي له؟ ما هو احيانا تيجي الزوج مثلا في حاجه غلط عملها وهو حاسس بالذنب وبتأنيب الضمير، حابب يتكلم معاه، فهو بيفكر 100 مره قبل ما يتكلم، لان هو لو جاي يتكلم معاه هتيجي تقول له والموضوع هيعدي، وحتى لو حصل فيه مشكله وعدى ممكن بعد سنتين ثلاثه تفتكر وتقول ما هو انت كنت عملت كذا، عملت مش عارف ايه، ما هو انت كنت عملت ايه. لا، ما هو لو في صحاب مع بعض حتى لو بيحكي لصاحبه تاني على نفس الموقف هيقول له لا ما انت الموقف اللي كنت، هيبقى فيه فرق. شوفي كل الاسلوب هو اللي تقدري تتحكمي بيه في العلاقه، اسلوبك سواء راجل او ست، اسلوبك لا، الاسلوب نفسه هو اللي بيقدر يتحكم في العلاقه. طبعا يا استاذ محمد. طب احنا معانا على الفيسبوك طبعا اصدقاء كتير. في واحده بتقول ان هي كذا مره شافت جوزها بيخونها على الفيسبوك، بتعمل ايه؟ تتصرف ازاي؟ لا بيخونها ولا بيتكلم؟ بيتكلم واحده ومصاحبها بيخونها. ما هو شوفي هقول لحضرتك على حاجه، في فرق بين بيخونها على الفيسبوك وفرق بين بيتكلم واحده على الفيسبوك. نحدد ازاي بقى؟ نحدد ازاي؟ بيكلم حد على الفيسبوك لازم تتاكد هو زي ما بيكلم واحده بيكلم واحد، يعني الدنيا لطيفه. بس على ما اعتقد يا استاذ محمد هي الحوار على الفيسبوك بيبقى، لا مش شرط، يعني مش شرط يا استاذه شيرين. ما هو انا لو بتكلم خيانة. انا ممكن هقول لحضرتك على، لا ليه يا استاذه شيرين، ما انا ممكن اكون بتكلم مع حضرتك على الفيسبوك تمام وبنتكلم في شغل او بنتكلم في حاجه الدنيا عاديه. طب لو نعتقد ان هي خيانه تتصرف ازاي؟ هل تصرحوا؟ ما هو لازم تتكلم معاه، لازم لغه حوار، ولكن الاسلوب في التوصيل هو اللي بيفرق. انا ازاي اوصل اللي انا عاوزه من غير ادي للي قدامي فرصه؟ انا طالما باقي على اللي قدامي استعبط بالبلدي كده، استعبط يعني احاول اديله فرصه، احاول ابين اللي انا مصدق علشان يرجع. انا حاسه ان في ستات كتيره بتستعبط وعامله نفسها ما بتاخدش بالها. طب والله معانا تليفون. مين يا بسمه؟ عبير. صباح الخير. ايوه يا عبير صباح الخير. صباح الخير يا فندم. يا فندم اهلا بيكي، متابعانا يا عبير؟ متابعاكم حضرتك. عايزه اتفضلي معاكي. حضرتك يا دكتور انا معايا. الو. ايوه اتفضلي. وطي التلفزيون ممكن شويه عبير، الاستاذ محمد معاكي. حاضر. اوكي معاكي. ماشي. ايوه دكتور. انا معايا واحده صاحبتي جوزها ما فيش اهتمام بيها خالص. رغم هي يعني ايدانه صعب على 10 شمع، اهتمامه كله بالفيس. الفيس. اهتمامه كله بالفيس. حتى لما تلفت نظره يقول لها شغل شغل شغل، لدرجه ان المشاكل وصلت بيهم للطلاق. طب ده نقول عليه ايه؟ رغم ملتزم. رغم انه ايه؟ ملتزم. ملتزم. ملتزم ازاي يعني؟ يا عبير يعني ملتزم ازاي؟ يعني بيصلي كده ومربي لحيته، بيصلي حاله وما بياخدش اي حاجه من انواع الشرب. طيب يا عبير، طب وهي اتاكدت ان هو بيكلم مين على الفيس؟ هو يعني هو دكتور اعشاب يعتبر، بس مرات ما يعني ما تيجي تبص وراه في التليفون بتبقى في ستات على بنات على يعني جماعه اصحابه. انا مجموعه 20 ساعه بالفيس. طب انا هستاذنك، هل صاحبتك يعني نمشيها صاحبتك، هل صاحبتك متاكده ان هو بيخونها ولا بيتكلم؟ هي والله صراحة ما عشان بس اصل انت بتتكلمي يعني اللي انت بتتكلمي فيه ده الخيانة، يعني احنا دخلنا كده في حاجة يعني حتى القرآن والدين والرسول صلى الله عليه وسلم قال حاجات معينة في حاجة زي كده، فعشان كده انا بقول لك صاحبتك هي متأكدة اللي هو بيخون ولا بيكلم؟ لا هو الخيانة في التليفون بس. أنا في التليفون. تأكدتي يا عبير؟ طيب يعني أهم حاجة إنك تتأكدي يا حبيبتي، يعني تشوفي يا فندم. لا هي متأكدة، بقول لك لدرجة إن وصلت إن هي مثلا للطلاق.
يعني خلاص اما هو مش مهتم بيا ومش مديني حقي كزوجه فالانفصال احسن. طيب يا عبير تابعينا، الاستاذ محمد هيرد عليكي. المشكله كل الاجيال الفيسبوك. لا مش مشكله كل الاجيال، لا يا استاذ محمد بقت سهله جدا. اولا هي بتتكلم في الوقت، ما بيقعدش معاها خالص طول الوقت على الموبايل، هو بقى الخرس الزوجي بقى ان ما فيش خلاص حوار بينهم. هو عنده شغل كتير، كل ما اتكلم ما سالناهاش هي متجوزه بقى لها كام سنه، صاحبتها نمشيها صاحبتها. طيب ماشي اوكي ماشي. ايه بقى تعمل ايه؟ شوفي هم متجوزين بقى لهم قد ايه، هي علاقتها بيه عامله ازاي. ما هو يا جماعه احنا دايما بنسمع من طرف واحد علشان نتكلم بما يرضي الله. زي ما قلت لحضرتك احنا مش من حقنا سواء دكتور سواء مذيع سواء مذيعه سواء اي حد مش من حقه اللي هو يتدخل او يدي نصايح في العموم. يعني ممكن تتكلم مع حد كصديق انفعل معاه اتكلم معاه، انما لما يكون حد بيقدم ماده اعلاميه او دكتور طالع على التلفزيون بيقدم حاجه هو نصيحته دي بيشوفها ناس كتير بيشوفها ملايين فلازم يبقى بيتكلم كلمه مسؤوليه. احنا بنسمع من طرف واحد ما بنسمعش من الطرف الثاني، ولكن يعني تقصد حضرتك هي تواجهه وتقول له بتكلم مين؟ لا احنا هي بتقول الموضوع وصل للانفصال. ايوه الموضوع وصل للانفصال. ما انا بقول لحضرتك، ما انا بقول لحضرتك احنا دلوقتي دايما الشخص، انا ما بهاجمهاش طبعا، وانا يعني انا معاها في ده، ولكن انا زي ما بقول لحضرتك دايما العلاقه بين الاثنين لازم لما نسمع من الطرف الثاني. ما هو انت بتسمعي من طرف واحد، ولكن لو هي فعلا زي ما هي بتقول عامله كل حاجه وزي ما قالت ايده صوابعها على 10 شمع وهو طب ما تشوف هي، طب ما تتكلم معاه انا مقصره معاك في ايه. على فكره احنا جماعه مش بنتكلم كلام تلفزيون وجايين من كوكب تاني، لا ده واقع. ما احنا لو اتكلمنا مع بعض ولغه الحوار كانت كويسه مع بعض. انا ليا صاحبتي استاذ محمد فضلت مصوره جوزها ما يقل عن ساعتين قاعد على الموبايل كده، ولا اي الحاجات تتكسر تتشال تتحط ما فيش. طيب دي مشكله كبيره جدا. بس ناخد ريهام معانا على التليفون. الو صباح. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا يا ريهام. انا اللي كنت معاكم من شويه. طيب يا حبيبتي عايزه نسال بس الاستاذ محمد، هو عمال يقول الخيانه في فرق بين ده وده. طيب لما الواحد يكون بيكلم واحده في التليفون وعايش الحياه الزوجيه معاها بكل تفاصيلها وكل معانيها، تبقى دي ايه؟ لا دي خيانه. فراغت عين بقى، هنقول ايه؟ دي خيانه. انا بتكلم ان في فرق يا استاذه ريهام. صح؟ انا بتكلم يا استاذه ان في فرق بين ان انا اتكلم، يعني لو كان ان بابليك وزود فيلينج ما فيش مشكله، يعني ما انا بتكلم مع راجل زي بتكلم مع ست، انما لا انت حضرتك بتتكلمي ان الموضوع وصل للخيانه. انا باكد بس اللي هو في فرق بين ان انا اتكلم عادي، ما هو في بعض حضرتك بتتكلمي لا اللي هو عايش العلاقه الزوجيه. طيب ما هو في فرق بين ان بعض الزوجات ممكن تفهم ان الكلام مجرد اللي انا بتكلم عادي ممكن تفهمه خيانه، فهو ده توضيح. لا طبعا الخيانه ده اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده خيانه. وبعدين لازم تعمل ايه؟ ما هي بتقول لما اكون شفته وعارفه اعمل ايه. طب ما تواجه زي ما سماش خيانه. انا قلت لحضرتك ايه، انت حضرتك اتكلمتي في العموم. لو حد بيكلم حد على الفيسبوك ما هو في فرق زي ما قلت لحضرتك، ان بابليك وزود فيلينج ما فيش مشكله، ما فيش مشاعر، خلاص انا بتكلم عادي. يعني ما انا ممكن اكلم حضرتك على الفيسبوك اسالك على حلقه ابارك لك على حلقه عادي، دي ما فيهاش مشكله يا جماعه. انما لا اللي هي بتتكلم فيه اللي هي علاقه، يعني علاقه عايش حياته الزوجيه في التليفون، لا يعني ده خيانه. ستيب باي ستيب يا استاذ محمد، كل حاجه بتيجي بالتدريج، ما ده اللي بيضايق في الاخر. طيب حضرتك تقصد الصداقه شيء مهم في العلاقه الزوجيه؟ يعني ده لازم ده ان حضرتك بتقول يتفاهم ويبقى في حوار بينهم، ان هي تكلمه، ان هي تقول له انت بتعمل ايه، هل انت قاعد على الموبايل كتير ليه، هل حوار بينهم لازم يكون في صداقه في البدايه؟ هو لازم يكون في صداقه ولازم يكون في ثقه، ولازم في البدايات لما نيجي نتكلم مع بعض نظهر عيوبنا قبل ما نظهر مميزاتنا. ده بند بقى يا استاذ محمد الانتقادات ده هنمسكه دلوقتي. ده اهم حاجه ان احنا نقول العيوب قبل ما نقول المميزات. طيب معانا ملك. صباح الخير يا ملك. الو
طيب عبير، صباح الخير يا عبير. انا أهلا. حضرتك استاذ محمد دلوقتي كنت بتكلم على فكره. نخلي الناس معانا على التليفون لحد طيب لما نخلص. اتفضلي يا استاذ. بس ما بقى. اوكي يا عبير، صباح الخير، اتفضلي. صباح النور. على فكره يا استاذ محمد، انا صاحبتي دي على فكره اتكلمت معاك كتير وقالت له ليه بتعمل كده وانا مقصره معاك في ايه، ولفتت نظره مره واثنين وثلاثه، وبرضه هو ما اتغيرش ومتجوزين بقالهم يعني. طيب هي دخلت حد من اهلها يا استاذه؟ لا ما دخلتش حد من اهلها لان ما بتحبش تهز صوت امها. انا اصح هم شايفينه كويس. طب بتقول حضرتك متدين. اوكي يا عبير، هو معلش الخط فصل. هي برضه بتثبت الخيانه. انت حضرتك بتقول اصل الخيانه ممكن يكون مش خيانه، ممكن لا على يكون فكرة يعني والله في فرق. بص هي عايزه اتاكد يعني. ايوه لا هي بتتكلم اللي هو يعني. طب ما هي هتفضل كده معاه في نفس لازم في حد يتدخل في الموضوع. هي بتحبش تشوه صورته قدام اهلها ولا اهله. طب وهو بالعقل. طيب ماشي، ولو اتكلمنا بالعقل هي دي هتكون حياه؟ انا ما بقولش حاجه يعني، احنا ما بنتكلمش الانفصال. لا يعني ما بنتكلمش اللي احنا نخرب بيوت احنا. طيب. زي ما قلت لحضرتك انا ممكن احل مشكله هي تكون ملائمه مع ظروفي، ولكن غير ملائمه للغير. ما ينفعش ان انا اوحد حل المشكله اللي انا حلتها لنفسي مع غيري. ما هو انا ممكن اقول لغيري يغرق. انا احنا ما بنقولش انفصال، ولكن هي لازم تشوف. طب ما هي هتفضل بنفس الوضع وهو هيفضل بنفس الوضع. طب يا استاذ محمد، المبادئ والدين والاخلاق، ما هو ده ما هو ده. بصي لو يعني فتحتي يعني لو فتحتي صفحات الحوادث في الصحف هتلاقي يوميا قضايا من النوع ده. خيانه ولا الزوجه بتقتل زوجها، بتلاقي بقى من النوع ده كتير. تمام. هتلاقي ان بعض العائلات بتتحطم بسبب هذه القضايا. هتلاقي البعد، كل البعد عن اي شيء يمس الدين والاخلاق. راح فين بقى المبادئ والاخلاق والتفاهم بيننا والرحمه؟ ده موجود والله. والله ده موجود. والله ده موجود وموجود في الناس، بس احنا مش عارفين نطلع ده من بعض. مش عارفين نوضح ده. محتاجين اعاده ما هو نظر. ما هقول لحضرتك على حاجه وحوار استاذه شيرين، هقول لحضرتك حاجه. ما هو ماشي طول النهار بيعطف وبيلطف، ليه بيدخل بيته؟ دي حقيقه. ليه بيدخل بيته يعني ضارب بوز؟ ما هو برضه لازم نشوف ايه المشكله. ما هو هنا هي شايفاه عايش حياته بره او عايش حياته جوه البيت، ما بيتكلمش معاك. يعني تقصد حضرتك ان الزوجه إيه لازم تهتم بنفسها اكتر في البيت، تغير ديكور البيت، تحاول تعمل شكل تكسر مختلف، تكسر الملل اللي موجود، تكسر الملل والروتين اللي في الحياه الزوجيه، تحاول تجدد من الحياه. في ناس ممكن تقول لك ايه الناس دي جايه بتقول ايه، احنا فاضيين، احنا مش عارف. طب ماشي، ما الحياه بتتدمر نفسيا، الانسان بيتدمر. إيه مفيش مانع يا ستي، مش هقول لك كل اسبوع، طب كل شهر يخرجوا يعني في اي حاجه جديده تحصل. انما الروتين بيصيب الحياه بالملل. طيب يا استاذ محمد معانا ملك. صباح الخير يا ملك. ملك لسه صباح النور يا فندم. ملك اللي لسه مكلمانا ولا ملك تانية؟ لا ملك اللي لسه مكلمانا. اوكي يا ملك اتفضلي. والله انا عايزه بس اسال الدكتور محمد عن سؤال. اتفضلي. يا دكتور محمد، انا جوزي مش مستهم بيا، متجوزين بقالنا 3 سنين مش مهتم بيكي؟ فمعاملته معايا مش مهتم بيا، بيتكلم في التليفون، بيتكلم معايا ولد، لدرجة ان انا وصلت ان انا اتطلق كام 4 5 مرات يعني. طب ايه اللي بيرجعك في موضوع الطلاق اللي انت تتطلقي؟ ابني. عندك ابن؟ عندي ولد واحد بس؟ عنده 6 شهور. ست شهور لسه صغير. عشان ترجعي عشان ابنك؟ لبن صناعي يعني، ما عنديش مقدرة ان انا اصرف عليه. فبعد كده بيقول لي ده دبر الخواطر، يعني بيكبر خواطر البنات اللي بيتكلموا. يا خرابي، ايه ده؟ ان واحده مسكتني في تليفوني يا عين وما يكلمنيش. هو جبر خواطر ايه؟ جبر خواطر على الله. هو ماشي يوزع جبر خواطر كده على الستات كلها، مش معقول. ما هو ده بقى اللي ماشي يعطف ويلطف. بس هو عارفها اللي بيكلمها، هو عارفها. عارفها. طب وكنت هتطلق برضو وسافر ورجع لها تاني، سافر ورجع ورجع لها تاني. طب سؤال معلش، حاولت تدخلي حد من اهلك ولا؟ اتدخلت. قالوا يعني وصل لايه في الاخر؟ لا اخواته بس، انا ما كلمتش اهلي، انا قلت لاخواته. طب واخواته؟ اخواته كل شيء تموه زعقوا معاه وكده، وبرضه هو
فاحترت اعمل معاه ايه، وبعمل له كل حاجه والله. طب حاولتي تتكلمي معاه؟ حاولتي تقولي له كتير عشان المتصلين ما يتكلموش معانا يا استاذه شيرين؟ حاولتي تتكلمي معاه وتقولي له ده؟ عشان كتير لدرجه ان انا قلت له طب انا هتكلم زي ما انت بتتكلم، قال لي انا هتبحث. طبعا دي الكلمه المعتاده اللي بيقولوها على طول. شكرا يا ملك وتابعينا حبيبتي. مشكله كبيره جدا، ارضي بالامر الواقع وهو كده، وانا فعلا مش عارفه تعمل ايه. وتقول لي اتطلقت كذا مره وعندها ابن، هتجيب فلوس منين؟ انا مرايه تشتغل بقى طب يا استاذ محمد، ده مرض ده اللي على الفيسبوك ان هم يقعدوا يتكلموا ويعملوا وعيني عينك كده. بس يا استاذ شيرين، ما ممكن يكون في الشغل، ما هو يعني هنقول ايه، ده في البيت، ده جوه البيت الشغل. يعني ممكن، لا مش شرط اللي هو بيكون بيتكلم على الفيسبوك هو ده المشكله. بس طب ممكن يكون في زميلته في الشركه، في الشغل، في المكتب. تقول عارفها يعني ورجع لها تاني ودخلت الاهل، بس طبعا الاهل برضو مهما كان طبعا والله مش يعني مش محايدين قوي يعني بقى. يعني اصل مش هتبقى حياه اللي هو هيبقى عايش، اللي هي عايشه وهي عارفه اللي هي بتتخان، يعني مش هتكون حياه. ولكن احنا ما بندعوش لخراب البيوت يعني، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يهديه، ولكن دي حياه بني ادم بيعيشها مره واحده بالشكل ده، دي كده مش حياه. اهم حاجه نكون متصالحين مع نفسنا ونفهم الحياه ماشيه ازاي، ويكون الدين شويه في حياتنا، احنا لاغيين حته الدين والمبادئ والاخلاق جدا. نرجع لربنا سبحانه وتعالى. دي احلى حاجه يا استاذ محمد، والنفوس تهدى والناس تطمئن وتبقى واثقه في نفسها، سواء ستات او رجاله. بشكرك جدا يا استاذ محمد على اللقاء الجميل ده. الله يخليك، مع بعض لقاءات تانية. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يا استاذ شيرين. ميرسي قوي. مشاهدينا يا رب تكون الحلقه عجبتكم. الخلافات ما بتنتهيش، بس اهم حاجه تكوني واثقه من نفسك وتشتغلي، دي اهم حاجه، ما تتكليش على اي حد، الحياه مش مضمونه خالص. اشكركم في موضوعات دي، اشكركم في صباح الصحه والجمال، ونشكر ضيفنا الاستاذ محمد مصطفى على اللقاء الجميل دوت. اشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه، وصباح الصحه والجمال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة.